يستمر مع حضراتكم ونحن نسير مع الانطلاقات والتحديات في مشوار هذا المساء. بينما نسير نتابع هذا الشوط، هو الشوط السادس في انطلاقات هذه الفترة المسائية والمخصص للأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل. تسير هذه النخبة وهذه الدفعة في مشاركة هذا المساء مع هذه الأنواع المتعددة والأنواع الفريدة. نسير إلى المركز الأول حيث شعار هجن العاصفة يتقدم إلى المركز الأول وتتقدم من خلاله في هذه اللحظات قمرية. تمويه من تحتل المركز الأول، تمويه من تحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط لهجن العاصفة. بينما الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير. المركز الثاني نقله إلى تواجد الطيارة من تحتل المركز الثاني، تعود ملكية الاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم وعملية التضمير لدى سعيد بن عبيد الحميري. أما المركز الثالث، المركز الثالث نقله إلى شعار الغرافة من يحتل المركز الثالث، وهذه أيها الحب الكريم دجلة تحتل المركز الثالث، دجلة في المركز الثالث تعود ملكية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدوشي في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان، لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر الكابتن يتواجد في عملية التضمير خليفة بن سالم بالصقعة ليقدم هملولة في هذا المسار. المركز الخامس وصلت من خلال شقرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عملية التضمير تعود إلى أحمد بن غلفان بالصايغ المزروعي. أغير الآن وخذ المركز الثالث في هذه اللحظة. بينما المركز الخامس هناك حضور من قبل العنود، حضرت في المركز الخامس لجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز السادس زعفرانة من هجن الرياسة تتواجد على المركز السادس عملية تضميرها عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. والمركز السابع هناك هملولة في المركز السابع بين المركز الثامن، المركز الثامن هذه اللي وصلت خيال تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوب وراشد بن سعيد بالغافرية في عملية التضمير. المركز التاسع نشوف يا أبو حمد هذه شفة تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة في التضمير. بينما المركز العاشر هملولة تتواجد لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد المضمر محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام، هي 10 أسماء حتى هذه اللحظات. ولكن نعود بحضراتكم إلى حيث البداية، إلى حيث المسار هناك في قمة هذا الشوط. القمة متواجدة من خلال الأداء والمسار. نعود إذا مشاهدينا الكرام إلى مسار هذا الشوط وإلى تحديات الانطلاقات والاستمرار في منافسة الكبار. عودة إلى تمويه من هجن العاصفة لا زالت هي المتقدمة حتى هذه اللحظات في مسار هذا الشوط، وهي من تغرد على المركز الأول في انطلاقة وتحدي مثير. بينما المركز الثاني هناك تصل من خلال شقرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي التضمير أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتقدم ويقدم كذلك هذه الفريدة في هذا اللقاء. المركز الثالث وصلت هجن الرياسة تقدم لنا زعفرانة، وصلت زعفرانة وخذت المركز الثالث يضمرها عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي مشاهدينا الأعزاء. والمركز الرابع ها هي العنود في منتصف الطريق تسير للهجن العاصفة في هذا الموقع وحيدة تغرد وتسير إلى المركز الرابع يضمرها حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد، والتضمير والتدريب يعود إلى المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. هو الآن من احتل المركز الخامس والمركز السادس. النقلة التالية على المركز السادس، نشوف المركز السادس هناك. ولكن خلونا نعود إلى البداية وبنعود إلى القمة هلولة لمجريات وتحديات هذه الأشواط. لا زالت المسيرة مشاهدين الكرام في عنوان المنافسة الكبيرة، ولا زال التمويه هي المسيطرة حتى هذه اللحظات. تمويه على المركز الأول لهجن العاصفة بينما حمد بن راشد بن غدير في متابعة التضمير. ولكن حضور مشاهدين الأعزاء، حضور من شقرة، حضرت شقرة الآن وغيرت إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط في هذه المنافسة. هنا يأتي الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصالح
الصايغ المزروعي ليقدم شعار بوزاع سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيال، يتقدم ويسير مع وجود شقر على المركز الاول، بينما تمويه تحتل المركز الثاني لهجن العاصفه، المركز الثالث ها هي زعفران لهجن الرياسه، والمضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. من يتابع حفلنا الكريم هذه الانطلاقه وهذا التحدي المثير، هذه الثلاثيه اللي تسير في اجواء هذا الشوط ومنافسه هذه التحديات العملاقه. ما شاء الله المركز الرابع وصلنا الى العنود لهجن العاصفه، يضمر حمد بن راشد بن غدير، وصلت الاسماء، بدات الان التحركات في هذا اللقاء، في هذا اللقاء، ولكن الشعار هناك يتقدم، يتقدم بالصايغ الى المركز الاول ليقدم شقره لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الشاب اللطيف لا يزال هو يتقدم على الخفيف وعلى المركز الاول هناك في اطياف هذا الشوط مع وجود شقره، مع وجود شقره، والله يعينك يا اللطيف. هناك عيسى بن احمد وهناك الواثق، هناك تحديات من البارع، ولكن عوده الى البدايه ولا زالت الامور هنا مع في خطر، الامور في خطر على المركز الاول، هنا حصل تغيير، حضرت الامور، حضرت الاسماء يا الحبل الكريم، ولا زالت شقره مسيطره. نشوف البدايه، تغيير مشاهدين الاعزاء على مقدمة هذا الشوط، 1200 وثلاثية لهذا الشوط، ثلاثية لهذا الشوط، شقرة لا زالت مستمرة في العطاء والانتقاء على المركز الأول. الله كم أنت شقراء، كم أنت فتاة جميلة يا أيتها الشقراء على المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. التضمير أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن الجانب الآخر، الجانب الآخر بدت العنود، العنود في اللحظة الأخيرة عاندت العنود أيها الحفل الكريم لتضيف إنجازات لهذا الشعار في هذا المساء. العنود وزعفران، زعفران والعنود، العنود 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 عاندت مشاهدينا الكرام عنود الصيد على المركز الأول لهجن العاصفة، تتقدم في مشاوير من مشاوير النجاح في هذا المساء، من مشاوير النجاح مع هذا العالم الجميل، هذا العالم العاشق والعالم المميز في سباقات الهجن. الله العنود هي المسيطرة، محاولات من زعفران في اللحظات الأخيرة، زعفران لهجن الرياسة تحاول مع المركز الثاني، والعنود مستمرة في عنادها على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. العنود وزعفران اللحظات الأخيرة بين الواثق والبارع، البارع والواثق، ولكن الواثق حتى اللحظة هو المسيطر، والبارع يحاول في لحظات الختام الأخيرة. الله الله اللحظة الأخيرة، زعفران قادمة، الذيبة زعفران، ولكن زعفران أيها الحفل الكريم تنتزع المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار المميز اللي قدمته زعفران في لقاء هذا الشوط. المركز الثاني العنود من هجن العاصفة حضرت على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت شقرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، احتلت المركز الثالث. المركز الرابع لحظات الوصول مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء، لكن نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولا لحظة الوصول الأخيرة لمجريات هذا الشوط من حيث العناوين وحيث المنافسة القوية. وبالفعل استطاعت زعفران في اللحظات الأخيرة أن تحقق الانتصار هنا بتسع دقائق 15 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. بهذا التوقيت تهانينا والناموس لهجن الرياسة والمضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، بينما اللي وصلت في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء في هذا الانتصار وهذه التحديات هناك العنود لهجن العاصفة، حيث استطاعت ان تقدم عرض كذلك كفيل بالمتابعة القوية. تسع دقائق 15 ثانية، ستة اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لهجن العاصفة وللواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما احتلت المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء كانت شقرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، تهانينا على الفوز والانتصار، والتالية كذلك إلى المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع، حيث كان الأداء والنتيجة هنا مع الانطلاقات القوية في هذا المساء بتسع دقائق وأربعة وعشرين ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعين